جديدة، أهلا ومرحبا بكم في سلسلة تفاعلية شوف تيفي. طرحت الفنانة سميرة سعيد أغنية جديدة بعنوان كورباك على صفحتها الرسمية بموقع يوتيوب، ومن خلال هذه الأغنية تعاملت سميرة سعيد مع الموزع طارق مذكور اللي كان تعامل بيناتهم وقف لمدة 20 سنة بالضبط من بعد أغنية يوم ورا يوم. وحققت الأغنية في الأيام الأولى من طرحها حوالي 700,000 مشاهدة، وهالشي اللي جعلها تحتل الصف 22 في التوندونس. الأغنية الجديدة سميرة سعيد نالت إعجاب الجمهور العربي، خصوصا وأنها ذات طابع رومانسي، واللي زاد من الأغنية جمالية هو الأداء الرائع ديال ديفا سميرة سعيد. يذكر أن أغنية كورباك تعد الأغنية السابعة من ألبومها اللي كيحمل اسم إنسان آلي اللي كتطرح منه أغنية كل فترة. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقوا على خير. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.